كانت سالة الحملة كيف كتعرفوا البارح، وكان عندنا واحد الشعور بالفخر والاعتزاز بالمغاربة والمغربيات، لأنهم فهموا المشروع ديالنا وبداو كيتكلموا عليه بواحد الحرارة. يعني هذا ديجا وصلنا الرسالة. ثانيا بطبيعة الحال يوم الاقتراع هو يوم مهم في العملية الديمقراطية، الملاحظ انطلاقا من الأرقام اللي توصلنا بها على مستوى المشاركة كنشوفوا أنه كاين مازال خاص واحد العملية الدار باش يتصالحوا المغاربة مع المشاركة السياسية بشكل واسع، باش المغاربة يعرفوا بأنه راه الصوت ديالهم راه مهم وخصهم يعبروا عليه بشكل واعي باش يمكن لهم تا هما يشاركوا في بناء المغرب ديال غدا كيفاش بغاوه. وان اليوم يعني راه غادي تيصبح باين غير اللي ما بغاش يشوف بانه راه يعني انك ان لا تشارك راه يمكن تؤدي للبلاد شي نتائج اللي ماشي محموده العواقب ديالها. النسبه المشاركه اللي مازال ضعيفه هي نتيجه يعني التحكم في العمليه السياسيه منذ الاستقلال بخلق الاحزاب، بتخريب الادوات ديال التوعيه من المدرسه من المحيط الثقافي، بتدخل حتى في حياه بعض الاحزاب وكذا. هذا الشيء كيخلي اللعبه بانها ماشي سليمه، والمغاربه تيلاحظوا داك الشيء وكيقول لك هذا الشيء كسخيف، والمتحكم راه مازال هو اللي يتحكم في كل شيء. يعني انه مازال عندنا واحد الدستور ما فصل شيء مع السلطات، اذا راه باينه الحكومه اللي طلعت غادي تختبئ وراء الملك، غادي تقول لك ما خلاونيش ندير، وغادي تستافد وغادي تجلب الامتيازات للناس ديالها، وغادي تقلب على التعيينات ديالهم في يعني في الدوله. وهذا الشيء اللي لاحظنا يعني مؤخرا مع الحكومه اللي سبقت ولا اللي قبل منها. السلطه كان عندها حياد سلبي لانها كتشوف استعمال المال طيلة السنة، وبالخصوص في الحملة الانتخابية. احنا كنا في وجدة عندنا مهرجان وجاو أمناء عامون ديال أحزاب أخرى، البرنامج ديالهم هو تريتر ماكلة في الصباح وفي العشية، وجايبين الناس منقلينهم من الحافلات ومخلصينهم من مدن بعيدة باش يحضروا المهرجان في وجدة، خايفين باش ما يجيهمش الناس، وما جاهمش الناس، جاو عندنا احنا ما بلا غدا بلا عشاء وبلا ما نجيبوهم بالسيف عليهم. اذا الدوله تشوف هذا الشيء، والدوله ماشي غير كتشوف هذا الشيء. انا لاحظت مثلا انه مدينه كلها فيها ملصق تقريبا واحد ديال حزب واحد تلصق فين ما بغى، بحال قبل تحفظ هذيك المدينه، والسلطات ما كتكلمش، بل بالعكس كاين الاعوان ديال السلطه خدامين وتيدفعوا الناس، لانهم مازالين عاقلين على ديك الثقافه ديال الاقطاع. خصكم شي تصوتوا على الحزب الفلاني، خصكم تصوتوا على الحزب الفلاني. هذا الشيء عشناه حتى في هذه الحمله، وعشنا اكثر منه. يعني حزب فشل في حكومة، يعني فشل في تدبير الحكومه، وتيدور وتيجول، والناس تستغل العطف ديال الناس والطيبوبه ديال الناس بالبكاء وبكل شيء. يعني باقي بزاف ما يدار في هذا البلاد، ولهذا حنايا كنقولوا رغم كيف ما كانت النتيجه حنا تنعتزوا بالبرنامج ديالنا.